على بعد 40 كيلومترا شمال مدينة الداخلة، تمت صباح اليوم الجمعة عملية إتلاف لكميات مهمة من مخدر الشيرة والسجائر المهربة ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك. قمنا بإتلاف كمية هامة من مخدر الشيرة اللي كتجاوز 16 طن ونص، وهي كمية نوعية. قمنا بإتلاف كمية ما يزيد على 100,000 علبة سيجارة مهربة، حوالي 4 أطنان ديال المعسل، والعديد من وكمية من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك. هذه المواد اللي تحجزات من طرف مصالح الجمارك ومع مختلف الأجهزة الأمنية. وهذه أكبر عملية إتلاف على صعيد مدينة الداخلة، وهذا يعبر عن الجهودات التي تبذلها المملكة المغربية لحماية الأمن الداخلي وحماية كذلك أمن الدول المجاورة من الجرائم العابرة للحدود. وهذا يعود بفضل مجهودات السلطات الأمنية بمختلف أصنافها وكذلك السلطات القضائية للحد من ظاهرة التهريب الدولي للمخدرات. هذه الكميات تم حجزها في الفترة الممتدة ما بين شهري فبراير ويوليوز الجاري من طرف مختلف مصالح مكافحة التهريب، خصوصا بالمعبر الحدودي القرقرات الذي يعرف حركة تجارية مهمة.